قبل النصر عليه السلام أنت تعرفون كان المركز الإسلامي عن يمين خمارة وعن يسار خمارة وأمام المركز خمارة. Questo strato c'era la moschea, da due birrerie qua e di fronte c'è la birreria. كما قال الخلدون قال يعني انه زار اول الشرقيه فوجد اي ان الملك بين كل خمار وخمار وخمار. كنا نسال الخلدون كان فيزيتور لاوروبا للاست دي لسه ترى اوني birreria e birreria c'era la birreria. المركز الاسلامي قلنا عن يمين الخمار عن يسار الخمار امام الخمار. كويستا مسكيرا ايضا كاتوبا اللي كنت تجمع كوبار. في الخمار لابد ان يكون هناك انسان يعني مثل الاب يعني لكن ابو الضخم اللي تعلم لابد لا محاله في كل يوم يعني مليون قضيه ومليون اشياء. نعم. Ovviamente non sapete mai davanti ad ogni club o davanti ad ogni line di questi ci deve essere un portafoglio. Fala alla Vodica, Haris, Mara, Yurate per quanto sei islami in Puglio. E questo portafoglio controllava da fuori la moschea, tutti i giorni. Fa, io ho una caia, che ha fatto sei islami? In un giorno questo portafoglio qua entrò in moschea. Ma lui deve entrare nel nostro mondo. Ma cosa avete qua? Abbiamo l'Islam. Cos'è l'Islam? Dice l'Islam è questo, questo, questo. Dov'è il Dio? Non c'è altro che l'Islam. Dove sono le donne? Le donne sono nel posto che si è fatto le donne. إذا أنا معكم. في خيزة الكفر. لماذا أقول لكم ما أحرصكم أنا أحرصكم أنتم. ولكذا كنت أقول لكم أبادا بالنايت ما هي بنصف الصوفية مقابل الكفر. دخل بالإسلام والله. انتظر بالإسلام وأرجو الإسلام من الله. راجع لزوجة البيت. انتظر تصوم وجهك. طبعا هو يعني في ال وفي البيت رجل نعم النبي ما شاء الله استرسل قوم فقال لزوجته لسه صوموني قال انا مسلم لسه صوموني يوسف مسلمان وانت الان اما تدخل في الاسلام او عصر اتو ادسو او انت في الاسلام او في النار تتفاهم كما قال لا يمكن اما واما قال انت بيان أو كذي أسلم إدراك الإسلام ثم بعد فترة حصل عند عائلة الزوجة يعني من الاحتفاء أو شيء من هذا دوم بود ليكو طريق صوفيا بدون ما فاز فاز جميل فذهبت هذه العائلة المسلمة إلى أهل الزوجة دوم la famiglia questa famiglia insomma andata della famiglia dei parenti della moglie وكانت يعني هذه الدعوة المائدة مليئة e questa la tavola è piena مليئة بكل ما بكل ما بكل خبير أم الخبائر كان على هذا الباب ليس ما لدى وطب لا مخاب وخبر E su questa tavola qua era piena tutta di acqua, era quella che viene definita la madre di tutti i mali. Anta hayawan wa anta sha'b. Il peggiore degli animali e il peggiore delle bevande. Wallahi 'udwat al-khamr 'ala ba'd al-bahaim 'ala ba'd al-hayawanat. Dice, wallahi è stata offerta del vino l'acqua ad alcune bestie, bestiame, comunque altro. La mia non riesce a dire, ma parlo. E non hanno portato più da bere. Ma un hayawan, ma io vediamo. E questa è la bestia, è un animale. Anche io. Importante. Hala muslim, tab'an, la yastati' al-julus ala ma'ida yudawa alayha mumma khabari. Questo musulmano ovviamente non poteva sedersi su questa tavola piena di vino e acqua.
فتنح. فزيس اسمه صار. ارجع. سيد انطنع. فقال الأب أبو الزوجة للزوجة. قال هذا لماذا لا يأتي؟ فزيس بعد صومون يكي اسمه. فكال سيد انطنع. لكنه بينا. قالت مسلم. يا ابن سمع. فنادى. فزيس لك يا معنى. وقال لماذا لا أتي؟ فقال انا مسلم انت صار مسلم فاخذ يسوع بريز الاخر يسمى الاخر ويلعب يا والدي اصلا كيف تعيش بدون خمر ولا خنزير كيف تعيش انت تطلب البوي بسن ساعات بسن ساعات قال سبحان الله اصلا العلم يكون هكذا انتم اموات بهذا لستوا احياء لان ليس له عقل عندما يشرب الخمر يصنع كل شيء. نعم. لا تقولي بمعنى الدين أنا بدي ميت أنا بدي جمال بدي الطاقة لشان بس نقاط جسمي. نعم. فقال له بدأ هذا بدي قاعد يتكلم بكلام طيب وهذا يسب ويشتم ويلعب. Così questo puntatore continuava a parlare bene a dire bene e questo suo suocero che lo malediva e lo offendeva. فخاف الحضور من أن من هذه الجلسة ومن هذا الليلة أنها تفسد بهذا بهذا القصر فأخذ ودافع المسلم يكلم هذا الرجل الكبير يقول اترككم ونحن نسهر ونشرب ونأخذ نصيب هذا tutti quelli che erano presenti con paura che esca in piena sera sera e loro avendo paura che se non sera sera iniziavano a difendere questo insomma dicevano dai lascia stare non offendere non fare il muslimo بهذا الحسن ولا أرد السيء بالسيء وأستطيع الله أعطاني القوة أستطيع أن أفعل أفعل لكن لا أنا ألتزم بالشرع يا دكتور يو بطل ريسبوندتي أرماني كل ما بقية الجنة من سنين قد ريسبوندتي من بوضع بطولة كل الدين فقال هذا الرجل كذي بستوى قال كيف أقول مسلم فأقوم بصة يسير مسلمان مجرد تلفظ بهذا اللفظ قام الذين كانوا يدافع عن هذا المسلم قاموا بدفعه واخراجه يقول لو اسلم هذا انتهى كل شيء così tutti i presenti volevano portare fuori questo buttafuoco perché se questo entrava negli stati era un problema se entrava tutto قالوا نحمله الطيور ما استطعنا وما شاء الله قد قال volevano portarlo fuori ma non si sono riusciti perché non posso andare قد تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسوله اذا انت اللي استنت شهد تستيمون لا اله الا الله لك محمد صلى الله عليه وسلم أعطوه قال أستطيع انتظر قصة تذكر لي كلمة كلمة تترجمها فا يدي في الكتاب ديمون بلطوم رضي الله عنه إن تدور آخر يقول له كلمة كلمة وهذا غلط تزيد إنسان يلي فضلت الفرات أكسر لك كلمة كلمة الأولى والثانية لا قيمة سكونة والثانية لدات ثم قالت ربي الآن أعيد وحده. يا رب من الأسر يبيت بالرسول. حصل خصومة إشكالات وضجوا بالمجلس كل. سجدوا البروبليم سجدوا البروبليم كاوس البروتوكول بس سيدونا. يقول لي هذا الإدارة حملنا هذا رجل كبير يعني هذا الإشكال اللي حصل أدخلناه لهم للداخل. Questo portafoglio era tutta la ricerca, abbiamo preso questo uomo, l'abbiamo portato in camera. E quel capare, ma dopo qualche minuto è morto. فعرفت يقول وقتها إن عرفت قيمة الدعوة عن داعي إلى الله. In quel momento ho capito l'importanza del dare. لو تعرفت له بالسب أو الشتم أو الضرب أو ضربت من كان يجلس يدفعني ما حصل هذا ma se non avessi preso o avessi alzato le mani avessi rovinato non sarebbe successo questo bene ma fu chiaro
لا تقابل السيء بالسيء. There is not the man in the man. تكون جبان لا، ضعيف لا. أنت بنقطة الأخرى ترد السيء بالحسن. لا تجعل أحد يتعدى عليك ولا تتعدى على أحد. لا بالسب ولا بالشتم ولا بالضرب. Non devi essere deboloso e non devi essere nedevole, però devi rispondere al bene con il bene e non rispondere al male con il male, non aggredire e non permettere che tu venga aggredito. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala.